مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية، وها هي انطلاقة شوطنا الخامس بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا الخامس والخاص هنا بالحول هجني أصحاب السمو الشوه على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات المسائية التي نتابعها في هذه الأمسية. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والشاهينية من هجن العاصفة، من تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول مع غياث الهلالي، بينما المركز الثاني والمنطلقة هنا بهذه الانطلاقة كذلك الشاهينية، هجن العاصفة مع غياث الهلالي بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الشاهينية من الجانب الآخر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يقدمها خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، وعلى المركز الرابع والمنطلقة في هذه اللحظات هملولة من هجن صحيح السلام بمتابعة المضمر عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري، وعلى المركز الخامس والقادمة بهذه الانطلاقة الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من تأتينا هنا على خامس المراكز والمركز السادس. المركز السادس من هجن صحيح السلام المنطلقة هناك بهذا الانطلاق الشاهينية مع مبارك بن محمد بن عيسى المطيوعي، وعلى المركز السابع والمتدخلة هملولة هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل لوهيبي في تضميرها القادمة، على المركز الثامن في هذه اللحظات نوف هنا لسمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي بن راشد الغيلاني في التضمير، وتاسع المراكز هنا شبابة لهجن صحيح السلام بمتابعة حمد بن علي العويسي، وعلى المركز العاشر الشاهينية من هجن العاصفة مع غياث الهلالي. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى المنطلقة بتحديات هذا الشوط وإثاراته هنا أيضا على أرضية هذا الميدان. هناك أسامي أيضا تتواجد خلف المراكز العشرة الأولى. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الانطلاقة، إلى تحديات هذا الشوط والشاهينية على الصدارة. على المركز الأول تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، وعلى المركز الأول هجن العاصفة مع غياث الهلالي المنطلقة على صدارة هذا الشوط، وعلى المركز الأول. المركز الثاني كذلك الشاهينية من هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي هملولة، من الجانب الآخر تتسلل هجن الرئاسة وعلي بن يمي اللوهيبي في متابعتها. سجل ثلاث نقاط مسائية في هذه الأمسية، هنا يطلب أيضا ويبغي النقطة الرابعة. المركز الخامس القادم في المركز الرابع عفوا في هذه اللحظات في شوطنا الخامس الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، والمنطلقة الشاهينية هجن صحيح السلام مع مبارك بن عيسى المطيوعي ومحمد، يقدمها على المركز الخامس. سادس مراكزنا هملولة وهجن صحيح السلام بمتابعة عبد الله بن ثعلب بن حمد الهايري. هنا هذه شباب الهباب من يتابعها في التضمير، وعلى المركز السادس والقادمة هنا على المركز السابع عفوا القادمة من الجانب الآخر المنطلقة شبابة من هجن صحيح السلام مع الشاعر حمد بن علي العويسي في التضمير القادمة أيضا. هنا في هذه اللحظات نوف سمو الشيخ محمد بن هزاع بن زايد آل نهيان وناجم بن علي بن راشد الغيلاني في التضمير، من تنطلق بهذه التحديات الجميلة والإثارة هنا في مسيرة هذا الشوط وتحديات الشاهينية. هجن العاصفة تأتينا تاسعا مع غياث الهلالي، وعلى المركز العاشر هجة لسمو الشيخ بن خليفة بن سيفان هيان مع سعيد بن مبروك لوهيبي في التضمير. هذه هي النتيجة، هي النتيجة. نعود مع مصورنا هنا إلى الكادر العلوي وإلى الصدارة وإلى المقدمة. لدينا كادر واحد فقط
نتابع هذه الأسماء المنطلقة الباحثة عن التحدي وعن الناموس. صدارة هذا الشوط والمقدمة هنا هجن العاصفة من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول وعلى الصدارة بهذا الانطلاق والأداء الجميل هنا والتحديات المتميزة التي نتابعها في هذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل هنا. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع هذا الانطلاق، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة هنا في هذه اللحظات الشاهينية على الصدارة وكذلك الشاهينية في المركز الثاني المنطلقة بهذه الانطلاقات هنا والتحديات الهجنة العاصفة مع غياث الهلالي. وصلت أمجاد، وصلت أمجاد بهذا الاندفاع والتحدي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بمتابعة الخبير مسري بن سالم بالعرطي الحميري يقدمها في هذه الانطلاقة وهذا التحدي. بينما القادمة هملولة على المركز الرابع هجن الرئاسة الظافر علي بن يمي اللوهيبي في التضمير هنا سادسا خامسا وسادسا الشاهينية وشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي من يتابعهن في هذا الانطلاق والتحدي. أرى اسم جديد أيضا ينضم هنا مواري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري من يتابع مواري بهذه الانطلاقة من الجانب الآخر القادمة هذه اللحظات هنا وانطلاقة وتحديات هجة المنطلقة بهذه الانطلاقة والتحدي هنا لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبروك الوهيبي من يتابعها في انطلاقتها وتحدياتها الجميلة. هملولة قادمة هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يميل لوهيبي وعاشرا هملولة هنا أيضا المنطلقة من هجن سيح السلم مع عبد الله بن ثعيل بن حمد الهايري. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى المندفعة هنا بتحديات هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط هنا والمندفعة على الصدارة. أمجاد 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 سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع مسري بن سالم بالعرق الحميري أن تنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي وهنا مواري، مواري من تتسلل بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي. مواري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ومحمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في التضمير من تنطلق على المركز الثالث. المركز الرابع هجة، هجة المنطلقة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان مع سعيد بن مبروك لوهيبي في تضميرها. وخامس مراكزنا هنا القادمة هملولة هجن الرئاسة علي بن يمي اللوهيبي مع المنعطف الأخير بهذا الانطلاق. هنا تأتينا أيضا بهذه الانطلاقة والقادمة هنا مناورة ثم الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبروك لوهيبي من يقدم لنا أيضا مناورة شاهينية شاهينية شاهينية. قادمات هجن العاصفة مع غياث الهلالي وهملولة وهملولة هجن الرئاسة
مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي بعد الثنين كيلومترات. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى انطلاقة وتحديات. هنا أمجاد على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول. من تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة؟ أمجاد سمو شيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم مع أبو حمد مسري بن سالم من العرط الحميري. من يقدمها على المركز الأول؟ المركز الثاني الشاهينية على المركز الثاني، هجن العاصفة مع غياث الهلالي. وعلى المركز الثالث تأتينا هنا والمنطلقة مواري لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في التضمير. وهجة هجة 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 بدأت تتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، يتابعها سعيد بن مبروك لوهيبي، وكذلك يقدم لنا مناورة في هذه اللحظات أيضا بهذا الانطلاق هنا وبهذا التحدي الجميل. القادمة هملولة هجن الرئاسة مع الظافر علي بن يمي اللوهيبي بعد الكيلومتر الأخير الشاهينية. هجن هناك ند السبا مع سالم بن سعيد في التضمير، ولكن أعود مع الشاهينية، مع الشاهينية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هنا هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من يسيطر مع الشاهينية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول منطلقة بصدارة هذا الشوط. هنا المركز الثاني مواري 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 على المركز الثاني، هذا الانطلاق الجميل لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. وهجة القادمة هجة 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 سمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان، هلوذك هملولة هجن الرؤوس مع علي بن يميل لوهيبي. يا سلوم التحديات الأخيرة، السلوم يا سلوم يا سلوم هنا هذا الانطلاق الجميل. الله الله هجة 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 على الصدارة هو عادة الشاهينية، هجة والشاهينية والسلوم. الله هنا الشاهينية تعود إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط. الشاهينية هجن العاصفة مع غياث الهلالي، من تعلن الفوز تعلن الناموس. تهانينا لمؤسسة هجن العاصفة، شكرا أيضا غياث الهلالي. هجة في المركز الثاني، من وصلت لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان. المركز الثالث الشاهينية هجن العاصفة، المركز الرابع هملولة هجن الرئاسة، المركز الخامس من وصلت مواري هنا أيضا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. نعود بالتهنية لهجن العاصفة على فوز الشاهينية بالمركز الأول. تهانينا والناموس.